بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء. اليوم راح نتكلم عن مادة السوفت كومبيوتينج، عن موضوع الاكتيفيشن فاكشن. الاكتيفيشن فاكشن هي بصورة عامة السوفت كومبيوتينج هي شنو، يعني خوارزميات لتعليم النيتورك، مثلا الطيار الانبوت والاوتبوت، ويوقع عليها البروسيسور حتى بالهاي، يعني نتيجة تعلم الشبكة بشكل عام. أنه الـ Activation Function أو الـ Net أو الـ Network Neural Network، هو عندي أن الـ Input هو X والـ Output هو الـ Y، وعندي الوزن اللي هو الـ Weight اللي هو من خلاله راح أنطي الـ Input، والـ Output هو اللي يتغير عندي فقط، هو الوزن، فقط الوزن يتغير عندي. زين، كيفية حساب ال النيورال اوتبوت هو يعني الواي، شلون احسبه؟ من خلال الاكتيفيشن فاكشن. اول بداية اطلع النت لهذه النود، هذا النود عبارة عن سميشن، عبارة عن سميشن من ثلاثة اوت، من ثلاثة انبوت عفوا، هو اكس 1 واكس 2 واكس 3، وكل انبوت له وزن معين. فبالحالة ايش راح اسوي؟ مجرد سميشن انه اكس 1 في دبليو 1 زائد اكس 2 في دبليو 2 زائد اكس 3 في دبليو 3 حسب القانون التالي اللي هو النت، يساوي لي سميشن من لا يساوي 1 الى الان. الان هو عدد الانبوت. زين، الانبوت اللي هو يمثل لي اكس في الوزن لهذا الانبوت زائد اما البيتا او الثيتا، حيث ان الثيتا هي الثريشولد هي العتبة، والبيس اللي هو ايضا يمثل لي الانبوت. زين، بينما الدبليو هو الوزن، وبالتالي اصبحت مثلا لو عندي الان هو يعني عقلنا عدد الانبوت، اكس 1 في دبليو 1 زائد اكس 2 في دبليو 2 الى اخره زائدا بيتا او ثريشولد، إذا ذكرها بصفر أو ما ذكرها فقيمتها صفر. أنواع الأكتيفيشن فاكشن، هي الأكتيفيشن فاكشن عدة أنواع، عفوا النت هي الأكتيفيشن فاكشن يعني نيورال نيتورك. الأكتيفيشن فاكشن اللي أقصد بها الأوتبوت اللي هو الواي، الأكتيفيشن فاكشن هي الأوتبوت أو ذا نيورال نيتورك، أو يسمونها أكتيفيشن فاكشن هاي الاوتبوت. فانواع الاكتيفيشن فاكشن عندي اربع انواع. النوع الاول يسمونه لينير او انديتي فانكشن، اللي هو الرام اللي يكون بهذا الشكل. اذا ذكر ان الاكتيفيشن فاكشن من نوع لينير، فيكون الاوتبوت يساوي لي قيمه النت، يساوي لي قيمه النت. اما النوع الثاني من الاكتيفيشن فاكشن هو الهارد ليميتر. هارد ليميتر يقسم الى قسمين، باينري هارد ليميتر وسيمتريك هارد ليميتر. زين، الباينري هارد ليميتر هو ياخذ فقط قيمتين، هو صفر والواحد، اللي هو يسمى ايضا باليونت ستيب فانكشن. اليونت ستيب فانكشن هي فقط عند من الصفر فما فوق قيمتها واحد، واقل من الصفر قيمتها صفر. فاذا الاكتيفيشن فانكشن لي للنوع باينري هارد ليميتر يكون صفر في حالة إذا كان النت أقل اثنين من الصفر، ويكون واحد إذا كان النت أكبر أو يساوي صفر. يعني أما القسم الثاني من الهارد ليميتر اللي هو السيمتريك هارد ليميتر، أو يسمونه الدبل سايد، اللي هو هذا رسمه، يعني يكون قيمته صفر عند صفر، ويكون قيمته واحد عندما عند الموجب، عند العفو أكبر من الصفر تكون قيمته موجبة، تكون قيمته واحدة، وعند الأصغر من الصفر تكون قيمته سالبة اللي هو سالب واحد، وعند الصفر تكون صفر. فالواي اللي هو الاكتيفيشن فاكشن أو الأوتبوت قلنا تكون قيمته سالب واحد إذا كان النت أقل من الصفر، وتكون قيمته صفر إذا كان النت يساوي صفر، وتكون قيمته موجب واحد إذا كان النت أكبر من صفر. النوع الثالث من الـ Activation Function هو Sigmoid. Sigmoid اللي يكون هذا رسمه، بحيث أن الـ Output اللي هو الـ Activation Function إلى خاص بـ
هو واحد على واحد زائد exponential مرفوع القوة سالب نت. أما النوع الرابع من الـ activation function اللي هو hyperbolic tangent اللي هو tan h. tan h يعني فيكون حساب الـ activation function من خلال القانون y يساوي لي exponential مرفوع القوة نت ناقص exponential مرفوع القوة سالب نت على exponential مرفوع القوة نت زائد exponential مرفوع القوة سالب نت، حيث أن هذا المقدار يمثل لي ساين وهذا المقدار يمثل لي كوساين. نأتي إلى أمثلة توضيحية توضح لنا الأنواع الأربعة. نجي إلى هذا المثال، مطيني أن أنا النيتورك اللي عندي عبارة عن 3 انبوت، عبارة عن 3 انبوت X1 X2 X3، وعندي أيضا ثلاثة أوزان اللي هي W1 W2 W3. جاي من هذا النود اللي هو قلنا عبارة عن شنو، عن summation. هذا النود عبارة عن summation اللي هو تصير بالمعالجة، وأيضا يمثل لي الاكتيفيشن فاكشن بالنسبة لمن، للأوتبوت. زين، قال لي find for the following، نقول find y، find y يعني جد ال y لهذا الشكل. if إذا ال x1 تساوي 0.5 وال x2 واحد وال x3 سالب 0.7 والوزن الأول 0 والوزن الثاني سالب 0.3 والوزن الثالث 0.6. أول بداية إيش قلنا؟ قلنا نحسب النت من خلال القانون. النت عندنا هنا النت يساوي لي قلنا عبارة عن summation، منين؟ من ال i يساوي صفر إلى ال n، ال n هنا قد 3، فمن واحد إلى من إلى 3. x1 في w1 زائد x2 في w2 زائد x3 في w3 حسب القانون ما أشرناه، فوق حسب هذا القانون، قانون النت ثابت. زين، نأتي الآن أن ال x1 هي 0.5 والوزن الخاص بها صفر، زائد x2 واحد في الوزن الخاص بها سالب 0.3، زائدا x3 هو سالب 0.7 في الوزن الخاص بها 0.6، فالناتج طلع لي سالب 0.72. لو لاحظ ان النت اقل منين؟ من الصفر، يعني قيمته سالبه. فعندما تكون الاكتيفيشن فانكشن من نوع لينير، اذا كانت من نوع لينير فان الاوتبوت يساوي لي النت حسب ما ذكر سابقا. فإذا النت قيمته هو سالب 0.72%. أما إذا كانت الـ activation function من نوع hard limiter on off اللي هو أقصد بها الـ double side اللي هو symmetric اللي تكون قيمته يعني الذي له ثلاث قيم، فلاحظ أن النت قيمته أقل من الصفر، فإذا الـ y يكون قيمته سالب 1، لأن الـ on off يكون اللي هو يسمونه symmetric hard limiter double side يكون على ثلاثة قيم، فبما أن النت أقل من الصفر فأصبحت قيمته سالب 1. أو إذا كانت الـ activation function من نوع sigmoid فإن الـ output اللي هو الـ y هيساوي لي حسب القانون 1 على 1 زائد exponential مرفوع القوة سالب نت، هذا هو النت. إذا مجرد نحسب الـ exponential وبعد زيد واحد وقسم واحد على هذا المقدار يطلع لي قيمة الـ output. أما إذا كانت الـ activation function من نوع tangent theta فالقانون هو y يساوي الـ exponential مرفوع القوة نت ناقص exponential مرفوع القوة سالب نت. هنا أنا أصبح بما أن هو قيمة النت هو سالب في السالب فأصبح قيمته موجبة، بالتالي أيضا أعوض عن الـ exponential وأجمع وأطرح وأقسم وراح يطلع لي الناتج. مثال آخر عن الـ net عن الـ activation function عفوا، قال لي جيت find the y for the following لهذا الـ network. عندي أيضا ثلاثة output ولكن بالزيادة عليها أيضا اللي هي قيمة الـ threshold. زين،
عندي اكس 1 معطيني قيمته 0.5، والاكس 2 1، والاكس 3 سالب 0.7، يعني نفس المثال السابق، فقط مجرد اضافه 3 شولت. حسب قانون الناتج شو يساوي اللي قلنا؟ هو سميشن من الاي يساوي 1 لمن الى الان، وقلنا ان الان هو عدد الانبوت. ايش قد عدد الانبوت؟ 3، فتصير من الواحد لمن الى 3 الوزن في الانبوت اللي هو الاكس، زائدا الثريشولد او البيس قلنا حسب اللي طلع في المثال السابق. كان يعني الثريشولد او البيس ما ذاكر فقيمته صفر، اما هنا عندي في هذا المثال ما انطاني قيمته 1، فاخليه بعين الاعتبار. جيت انه حسب المثال السابق كان حسبته اللي هو قيمته سالب 0.72، زائدا الثريشولد 1 يطلع لي الناتج 0.28، قيمة موجبة يعني أكبر من الصفر. فعندما لو كان الاكتيفيشن فانكشن من نوع لينير، فإن الأوتبوت راح يساوي النت، يعني الواي تساوي النت، وقيمة النت هي 0.28. أما إذا كانت قيمة الاكتيفيشن فانكشن يعني نوع من نوع هارد ليميتر، اللي هو أقصد بيه باينري هارد ليميتر، من نوع باينري هارد ليميتر، لأن ما محدد ليا أون أوف، فأخذ باينري هارد ليميتر. فبما أن قيمة النت أكبر من الصفر، فإن الأوتبوت راح يساوي إشقر قيمته موجب 1. أما إذا كانت الـ activation function من نوع سيجمود، فحسب القانون y يساوي لي 1 على 1 زائدا exponential سالب نت. والنوع الرابع إذا كانت الـ activation function من نوع tangent hyperbolic tangent theta، فراح يكون القانون حسب ان الواي يساوي لي اكسبونينشال مرفوع القوة نت ناقص اكسبونينشال مرفوع القوة سالب نت على اكسبونينشال مرفوع قوة نت زائد ان اكسبونينشال مرفوع القوة سالب نت، مجرد اعوض عن مقدار الاكسبونينشال واطرح واجمع وبعدها اقسم، راح يطلع لي ناتج قيمة الاوت بوت. ناتي الى مثال الاخير ونختم عن موضوع الاكتيفيشن فانكشن. نجي في هذا المثال قال لي find the output of simulated neural. نقول إذا كانت قيمة الأوتبوت باستخدام السيجمود فانكشن، قلنا أن السيجمود فانكشن هو هذا المثال. السيجمود فانكشن هي قيمته الواي يساوي لواحد على واحد زائد ان اكسبونيشن مرفوع القوة سالب نت. زين، قال لي إذا كانت قيمة الأوتبوت باستخدام السيجمود فانكشن قيمتها 0.5، فإذا هاي 0.5 راح تكون هي قيمة الواي، تمثل لي قيمة الواي لأن قال لي output. زين، find the value of threshold، قلنا يطلب هذا السؤال قيمة الثريشولد اللي هو تمثل لي ثيتا، هي قيمة الثيتا. when the input x1 هذا مقداره، والx2 والx3 and have initial what value 0.2. فانطاني الانبوت والاوتبوت، قال لي انه قيمة الوزن ثابت عندي لجميع الادخالات هي قيمتها 0.2. نجي حسب قانون ان الاوتبوت يساوي لي activation function، حيث ان الواي راح يساوي لي 1 على 1 زائد exponential مرفوع القوة سالب نت. زين، بالحالة هسه أريد أحسب النت حتى أعوض بالقانون. فالنت قلنا عبارة عن summation من الـ i يساوي 1 إلى الـ n، قلنا بما أن الـ n إيش قد هنا عدد 3، ثلاثة تنبوت، فمن الواحد لمن إلى 3، x1 في w1 زائد x2 في w2 زائد x3 في w3 بالإضافة إلى زائد 3 شولد. زين، x1 في w1 وx2 في w2 وx3 في w3، وقلنا ان الx1 وال2 وال3 معطينا قيمة الاثنين العفو كلهن 0.2، فطلع لي الناتج قد 1 زائدا 3 شولد، ما انساه زائدا 3 شولد. اجل مجرد اعوض عن القانون، قلنا ان الواي قيمته 0.5 يساوي لي 1 على 1 زائد اكسبونينشال مرفوع القوة سالب نت، والنت هو قيمته 1 زائد ثيتا، فمجرد وسطين في طرفين، ف 0.5 في هذا المقدار، 0.5 في 1
زائد اكسبوننشال مرفوع قوى سالب نت يساوي لي واحد في واحد راح يساوي لي واحد. بعدها راح ادخل صفر بوينت خمسة على القوس، احصل لي صفر بوينت خمسة في واحد هو صفر بوينت خمسة، صفر بوينت خمسة في الاكسبوننشال هو صفر بوينت خمسة اكسبوننشال يساوي لي واحد. بعدها راح انقل صفر بوينت خمسة الى اليسار حتى تظل فقط الاكسبوننشال، نقلت من موجب إذا صار سالب، ما لازم سالب. وبعد ذلك راح أقسم على الـ 0.5، قسمت على الـ 0.5 هذا الواحد هاي راحت، فبقت لي فقط الـ exponential. مجرد أجي هنا أضرب في اللين، فاللين مع الاكسبوننشال تطير، راح تبقى لي سالب واحد سالب في واحد زائد ثيتا يساوي لي لن الواحد. عدنا ان لن الواحد ايش قد قيمته؟ صفر. فمجرد ان انا داخل سالب سالب في واحد صار سالب واحد، وسالب في ثيتا صار سالب ثيتا، فصار سالب واحد ناقص ثيتا يساوي لي صفر، لان قلنا لن الواحد هو صفر. فمجرد انقل الواحد بعد الى هذا الجانب الأيمن عفوا، فراح يصير لي سالب ثيتا يساوي لي واحد، وأضرب في سالب واحد وطلعت لقيمة الثيتا اللي هي قيمتها سالب واحد. قلنا إن من ضربنا في اللين ويا الإكسبوننشال يطير، هاي قاعدة ثابتة ما عندنا أي إشكال بيها. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموضوع. لا تنسوا السبسكرايب والاشتراك في القناة.